بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هو السبع المبيقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. الشرك بالله هو جعل إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وصرف شيء من أنواع العبادة له. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهو من أعظم الذنوب على الإطلاق، لأنه إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. السحر، وهو ما يقوم به بعض المشعوذون والسحرة من أقوال وأفعال وطلاسم تنشأ عن أمور خارقة للعادة، وهو من الكبائر، هو حرام بإجماع العلماء، ولا يجوز تعلمه، لأنه إفساد وفتنة في الدنيا والدين، وقد يسبب السحر أضرارا للشخص المسحور، إما بالحب أو بالبغض أو بالسقم أو المس أو الصرع، مما يجعله عاجزا عن التصرف. فعن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى، لأنه اعتداء على الجماعة والمجتمع وصنع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والواجب على من قتل نفسا محرمة إلا أن يقبلوا أهله الدية، أو أن يعفو أولياء القتيل. وفي حال كان القتل عن طريق الخطأ، فإن الواجب عليه الكفارة والدية، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه بالصيام 2 شهرين متتابعين، كما لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا في حال فعلها لشيء يوجب قتلها. رابعا، أكل الربا. المراد أخذ أو إعطاء الربا، وهو زيادة على مقدار الدين أو القرض مقابل تأخير السداد. وقد حرم الإسلام وحرم القرآن الكريم الربا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا إذن حرام بالإجماع، لأن فيه استغلال لحاجة الناس وفقرهم، وهو سبب في ارتفاع الأسعار وكساد التجارة، وأيضا يؤدي إلى تراجع الإحسان والتعاطف والتعاون بين الناس، كما يؤدي أيضا يا أبنائي إلى انعدام البركة في أمور الإنسان ومعاشه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. اليتيم هو من مات أبوه دون سن البلوغ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى والحفاظ على أموالهم والسعي على رعايتهم. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والتولي يوم الزحف يا أبنائي هو يعني الفرار من لقاء العدو في الحرب ومن الجهاد. أخيرا، قصف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهو رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه. وأصل الإحصان هو المنع، والمرأة تكون محصنة بالعفاف والحرية والإسلام.